مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من كلام في الميديا، حلقة خاصة جدا جدا لأن النهاردة كان في المؤتمر الصحفي الخاص بمستر رينيه فايلر المدير الفني السويسري الجديد للفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي، وتفاصيل كتيرة وكلام كتير جدا بخصوص هذا المؤتمر وأيضا بخصوص مران النادي الأهلي اليوم واللي كان أول مران تحت إشراف المدير الفني الجديد. ضيف حلقتنا النهاردة في الجزء الثاني الأستاذ أسامة صقر رئيس القسم الرياضي بالجمهورية، وهيبقى كلام أكيد بتفاصيل كتيرة في كل الأمور على الساحة الرياضية المحلية وأيضا العالمية. كمان النهاردة عندنا أخبار كتيرة جدا، أخبار محلية، أخبار عالمية، وكمان آخر أخبار النادي الأهلي وبالتحديد فيما يتعلق بالفريق الأول لكرة القدم. كلام كتير جدا النهاردة هنتابعه مع حضراتكم. نروح نشوف الأول أهم وأبرز العناوين، يلا بينا. الأهلي يقدم رينيه فايلر وجهازه المعاون في مؤتمر صحفي. فايلر يقود مران الأهلي اليوم استعدادا لكانو سبورت. فايلر دوري أبطال إفريقيا التحدي الأكبر وسعيد بدعم جماهير الأهلي. عبد الحفيظ لفايلر هتنجح بينا وهننجح بيك إن شاء الله. دكتور طه اسماعيل يطالب الجماهير بمساندة الجهاز الفني الجديد. اتحاد الكرة يدرس الاستعانة بخبير انجليزي لوضع جدول الدوري. فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل. طيب النهارده يوم هام جدا بالنسبه للنادي الاهلي بالتحديد بالنسبه للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي واكثر تحديدا بالنسبه للجماهير الاهلاويه في كل مكان اللي دايما بيبقى عندهم الشغف وعندهم التحدي الكبير جدا للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، وكمان عندهم امال وطموحات معروفه ومستمرة ودائمة بالنسبة لهم وهو الفوز دايما بمختلف البطولات بإذن الله تعالى. بالتالي النهاردة كان المؤتمر الصحفي الهام، وفي الحقيقة في كلام كتير جدا نقدر نخرجه من المؤتمر الصحفي ده، نقدر نستشف أمور عديدة. أنا رحت النهاردة في الحقيقة حضرت المؤتمر الصحفي مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وكنت حريص على كده عشان أحاول أتفرج على المدير الفني، أشوف تصريحاته عن قرب، أحاول ألمس شخصيته اللي في الحقيقة شخصية مميزة جدا جدا جدا. الراجل اتكلم في أمور وجوانب عديدة في حضور طبعا لجنة التخطيط بالكرة أو للكرة بالكامل، سواء الدكتور طه اسماعيل طبعا رئيس هذه اللجنة بالإضافة لعضوي لجنة التخطيط للكرة طبعا كابتن زكريا ناصف وكابتن خالد بيبو، وكمان في حضور طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ زي ما حضراتكم شايفين هذه اللقطات، وأكيد تابعتوا هذه التغطية الخاصة من خلال شاشة قناة النادي الأهلي وكانت تغطية حية في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم. طبعا كان متواجد أيضا كابتن سامي أمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني، فحضور عدد كبير جدا من الصحفيين والإعلاميين وأيضا أعضاء النادي اللي كانوا حريصين أشد الحرص على مساندة المدير الفني ومتابعة تصريحاته عن قرب بتفاصيل كتيرة. مستر فايلر وضح النهاردة من خلال تصريحاته أن عنده شخصية مميزة جدا، شخصية قوية. بعض التصريحات كده اللي بيتكلم فيها او اللي قالها النهارده مش تصريحات لمجرد انا بتكلم في مؤتمر صحفي بقول الكلام بتاع المؤتمرات ده وخلاص، لا، الراجل اولا جاي عارف قيمه النادي الاهلي كويس قوي، ودي اهم حاجه بصراحه، اهم حاجه انك جاي عارف جاي فين، جاي يتمرن مين، جاي يتحقق ايه، وده كان واضح بشكل كبير جدا على مستر فايلر من خلال تصريحاته. قال انا عارف كويس قوي ان انا جاي اكبر نادي في افريقيا، عارف ان انا جاي نادي القاره في قاره افريقيا، عارف كويس ان النادي الاهلي وجمهوره الهدف الاساسي بالنسبه لهم هو الفوز، الفوز في اي مباراه، وعارف جدا ان هم عايزين بطوله دوري ابطال افريقيا، وده تحدي من ضمن التحديات بالنسبه لنا خلال الفتره الجايه. مدرك جدا ان جمهور النادي الاهلي بيحب الكره الحلوه، بيحب الاداء الممتع، هو عارف كده، قال كده في المؤتمر بصراحه،
انا عارف ان النادي الاهلي او الجمهور بالتحديد بيحب يشوف الكره الحلوه من الفريق بالاضافه للاهم وهي النتائج. وقال انا هكون حريص اشد الحرص على تحقيق هذه المعادله، اداء ونتيجه والقاب باذن الله. فواضح جدا الحماس على وشه، واضح جدا الشغف لاول مران لاول مباراه مقبله. بالمناسبه هو قال النهارده ان عيد ميلاده، بنقول له كل سنه وانت طيب بدري شويه، عيد ميلاده هيكون يوم 14/9 وهو نفس موعد مباراه الاهلي وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائيه في ذهاب دور ال 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا. البدايه اكيد هتكون مهمه جدا، الدفعه هتكون قويه باذن الله من خلال هذه المباراه، وباذن الله يكون موفق بشكل كبير. خليني اقول لحضراتكم الكواليس شويه في النادي كانت عامله ازاي النهارده. مستر فايلر وصل المقر النادي بالجزيره فور وصوله، هو والجهاز المعاون برفقه طبعا الكابتن سمير عدلي المدير الاداري للفريق، وايضا امير توفيق مدير اداره التعاقدات والتسويق بالنادي الاهلي. فور وصولهم لمقر النادي بالجزيره ذهبوا مباشره لغرفه المدير التنفيذي العميد محمد مرجان، واللي كان متواجد في هذه الغرفه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، اللي حرص على الاجتماع بالجهاز الفني الجديد بالكامل، وحرص على الترحيب بمستر فايلر ومعاونيه، وكمان كان مصر جدا على نقل كل الحماس والرغبه اللي موجود عند رئيس النادي، واللي بالتالي اكيد موجود عند كل الجماهير الاهلاويه، واللي بتتمثل في ايه؟ بتتمثل باذن الله في اداء جيد وبطولات عديده ونتائج طبعا باذن الله تكون جيده للفريق خلال الفتره اللي جايه. طبعا بالنسبه لنا مش نتائج جيده بس، احنا بالنسبه لنا عايزين نفوز باي مباراه باي بطوله باذن الله. كل التوفيق للجهاز الفني. بعد ما خلص المؤتمر او بعد ما خلص اجتماع مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، ذهب مباشره لقاعه المؤتمر الصحفي في المبنى الاجتماعي، وتمت فعاليات هذا المؤتمر واللي كان فيه كلمات كثيره جدا جدا مهمه. ابتدت بكلمه للدكتور طه اسماعيل طبعا رئيس لجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي، واللي اتكلم كلام مهم قوي وقال كل الامور اللي ادت للتعاقد مع هذا المدرب لقيادة الفريق الأحمر خلال الفترة اللي جاية. قال احنا عارفين كويس أوي احنا اخترنا مين، عارفين ان احنا جايبين مدرب بطموحات كبيرة بشخصية قوية، ومتأكدين ان هو بإذن الله هيحقق أو يحقق كل ما يتمناه الجمهور الأهلاوي من خلال الفترة اللي جاية. كمان تطرق لمساندة جمهور النادي الأهلي، وقال إن مهم قوي إن جمهور النادي الأهلي يكون مساند كالعادة لفريقه، وخصوصا وده كلام حقيقي يا جماعة، أكيد أي شخصية في الدنيا بيبقى عليها اختلاف، مفيش حد الناس كلها بتجمع عليه، ده طبيعي بديهي مفيهاش نقاش. جمهور النادي الأهلي لما بيزعل من شيء ما بيبقى حرصا على مصلحة النادي. في نفس الوقت إدارة النادي الأهلي لما تختار أو بتاخد قرار معين بيبقى حرصا أيضا على مصلحة النادي. بالتالي الناس اللي جوه المطبخ هم الأدرى بهذه الأمور والأدرى بالقرارات الأصلح. بالتالي أيضا مطلوب وطبيعي كالعادة المساندة اللي هتكون موجودة من خلال جماهير النادي الأهلي الغفيرة وملايين الأهلاوية في كل مكان لأي قرار بياخده النادي الأهلي، لأن في النهاية اللي عايزينه إيه؟ إن إحنا نشوف الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي في احسن مظهر وفي افضل حال وفي اكبر عدد ممكن من الالقاب. الكلام ده عمره ما هيحصل، عمره ما هيتحقق غير بمسانده جمهور النادي الاهلي اللي ما فيش احسن منه في الدنيا، جمهور كبير جدا وعارف مصلحه ناديه كويس قوي، وبيبقى فيه تقدير كبير قوي لاي غضب عند الجماهير الاهلاويه لان هم الاساس. لازم يبقى فيه تقدير طبعا للجماهير الاهلاويه، ده شيء مفروغ منه، والتقدير ده موجود عند كل صغير وكبير في النادي الاهلي ما فيهاش نقاش، هم الاساس، الجمهور الاهلاوي هو الاساس، فالتقدير موجود طبعا. لكن في نفس الوقت الثقه، كل الثقه من المسؤولين في النادي الاهلي ان الجمهور ده هو اللي هينجح القرارات دي، هو اللي هينجح الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. علشان كده جمهور النادي الاهلي الواعي، واللي امبارح عمل هاشتاج جمهور الاهلي يدعم فايلر على تويتر وتصدر وكان ترند رقم واحد في مصر، وبينوا مدى الوعي عند الجماهير الأهلوية ومدى المساندة والدعم لهذا المدرب، وبالتالي طبعا الفريق الأول
لكرة القدم بالنادي الأهلي. عمر ما أي حاجة هتحصل إيجابية غير بمساندة ودعم الجماهير، وشيء مفروغ منه إن أكيد الفترة اللي جاية، والكلام ده واضح من خلال المتابعات على السوشيال ميديا من خلال الجماهير في الشارع، بيبقى في بعض التخوف الطبيعي الصحي جدا عند الجماهير، لكن أيضا التخوف ده بيبقى مصحوب بحماس وشغف ودعم لأي حد متواجد في المنظومة، فالموضوع ده أكيد مفروغ منه، ومساندة جمهور النادي الأهلي مؤكدة خلال الفترة اللي جاية ومعتادة على مدار كل فترات. أصعب الفترات كنت دايما بتلاقي اللي بيقف في ظهرك اللي بيسندك هو جمهور النادي الأهلي، فجمهور النادي الأهلي هو أكيد هيفضل ويستمر في دعمه خلال الفترة الجاية بالنسبة للفريق الأول ولكل الجوانب داخل القلعة الحمراء في الحقيقة. وده يعني الكلام ده بمناسبة طبعا تصريحات الدكتور طه اسماعيل. بعد تصريحات الدكتور طه اسماعيل كان في تصريحات للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، واللي قال أيضا إن شاء الله إحنا هننجح بمستر بايلر وهو هينجح بينا، وإن شاء الله هنكون بنكمل بعض ونحقق كل الأحلام اللي عند الجماهير. بعدهم مباشرة التصريحات المهمة جدا من مستر فايلر. أبرز تصريح عجبني وأنا قلته من شوية خلال التغطية الخاصة لمران النادي الأهلي اليوم، الراجل مش ما عندوش حد مثل أعلى بالنسبة له أو مدرب معين هو المثل الأعلى بالنسبة له، حاجة إيجابية نسبيا أو ممكن يكون جواه هو عارف نفسه يوصل يبقى زي مين من المدربين عادي، بس محتفظ بده لنفسه عشان ينقل للاعبين وينقل لكل الاعلام وللجماهير النادي الاهلي ان هو عنده شخصيه كويسه، شخصيه قويه. وخلينا نتفق، خلينا نتفق، لعيبه مصر عقليه اللاعب المصري محتاجه شخصيه قويه، ده شيء حقيقي في الحقيقه بصراحه يعني، فالشخصيه القويه مطلوبه جدا، الشخصيه القويه بتتوفر في مستر فايلر. الكلام ده واضح جدا من خلال تصريحاته النهارده، و واضح قوي كمان ان هو عايز يحقق حاجات كتير قوي قوي مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. بالتالي هي دعوه للتفاؤل، دعوه للمسانده المعتاده، لكن هي دعوه لاستمرار هذه المسانده اللي ان شاء الله باذن الله بنامل ومتاكدين ان هي هتكون متواجده من كل اهلاوي فينا للنادي الاهلي ككل خلال المرحله اللي جايه الهامه جدا بالنسبه للفريق. قال كمان ان هو عنده تحديات كتيره، بالتحديد مستر فايلر عنده تحديات كتيره جدا هيشتغلها خلال الفتره اللي جايه مع اللاعبين، وعارف ان التحديات دي مهمه بالتالي للاهلاويه. تطرق لطريقه اللعب، قال انا بميل للجانب الهجومي، وده كان واضح بالنسبه لي او لو حضراتكم تابعته وشفته يعني على مدار السي في بتاعه او مبارياته بالتحديد مع اندرلخت، الراجل كان بيلعب بشكل هجومي وايضا بيبقى هدفه الاساسي البطولات، وخصوصا كان ماسك فريق كبير بحجم اندرلخت اكبر فريق في بلجيكا، وكمان جاب معاهم بطوله الدوري بعد غياب 4 سنوات. فان شاء الله باذن الله التفاؤل كان واضح على الوجوه داخل النادي الاهلي في الجزيره، الاعضاء انبسطوا جدا من كلام مستر فايلر، الاعلاميين كمان كان عندهم انطباعات ايجابيه بشكل كبير جدا. اذا دلوقتي وقت المتابعه، دلوقتي وقت المسانده والدعم ومراقبة الشغل والفريق الأول، ونشوف الأمور أخبارها إيه، هيعملوا إيه خلال الفترة الجاية بإذن الله. بإذن الله هيعملوا كل ما هو إيجابي بدعم ومساندة الجميع في القلعة الحمراء. كمان بعد ما خلص المؤتمر الصحفي مستر فايلر اتجه مباشرة لاستاد مختار التتش، تفقد الملعب، تفقد غرف الملابس، تفقد صالة الجيم، كل الأمور، كل الأمور الخاصة بالفريق هناك في استاد مختار التتش شافها مستر فايلر بصحبة مساعديه وبصحبة الكابتن سيد عبد الحفيظ وأيضا الكابتن سامي قمصان، وكان في ترحيب كبير جدا من لاعيبة النادي الأهلي في الغرف المغلقة اللي هي أسفل المدرجات الجديدة، والمركز الكامل المتكامل المليء بكل الأمور والإمكانيات اللي ممكن أي نادي في الدنيا يتمناها وأي مدير فني وأي لاعبين يتمنوها يعني في الحقيقة. وأكيد كان ليه بعض الكلمات مع لاعبي النادي الأهلي والحديث عن الفترة اللي جاية. بعد كل هذه الأمور وبعد ترحيب اللاعبين بالمدير الفني وجهازه المعاون الجديد، مباشرة انطلق مران النادي الأهلي بالتحديد
في تمام الساعة 5 مساء، يعني قبل ساعة وربع من دلوقتي. المران كان في تسخين كده في الأول، جاري حوالين الملعب لو حضراتكم تابعتونا من شوية، وكنا بننقل لحضراتكم تدريبات النادي الأهلي. زي ما حضراتكم شايفينها هي دي التدريبات اللي كانت منذ لحظات قليلة أو دقائق قليلة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وبالتالي تدريبات كانت مهمة، والتمرين بخلاف عمليات الإحماء كان في تقسيمة على تلت الملعب كده، خدت مساحة كبيرة. الراجل حاول ان هو يبص ويشوف كده من البداية اللاعبين اخبارهم ايه، بخلاف طبعا كل الفيديوهات اللي عنده وكل التقارير الخاصة بكل لاعب داخل القلعة الحمراء، فبالتالي كلها امور مهمة وجيدة وتدعو للتفاؤل وتدعو للحماس الشديد والشغف الشديد ان شاء الله لاول مباراة للنادي الاهلي تحت قيادة مستر رينييه فايلر المدير الفني السويسري الجديد للفريق الاول. بالتالي النهارده كان يوم حافل وهام جدا بالنسبة لكل الاهلاوية، كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي خلال المرحلة القادمة في تحقيق كل الطموحات وتلبية كل الاهداف للجماهير الاهلاوية. هروح لفاصل، بعد الفاصل هنرجع ونتكلم على ابرز العناوين سواء في المواقع او في صحف النهارده. خلينا نروح نشوف أهم الأخبار اللي اتكتبت على النادي الأهلي في المواقع النهارده، يلا بينا. الوطن سبورت، محمود الخطيب يجتمع مع فايلر في الأهلي. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فايلر دوري أبطال إفريقيا التحدي الأكبر وسعيد بدعم جماهير الأهلي. سوبر كورة، فايلر يتمنى الحصول مع الأهلي على كافة الألقاب المحلية والإفريقية. الفجر الرياضي، فايلر يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي. اليوم السابع، فايلر أول مباراة مع الأهلي يوم عيد ميلادي وهذه صدفة جيدة. فيتو، فايلر جاهز لمواجهة الضغوط وجمعت الكثير من المعلومات عن الأهلي. يلا كورة، التكاتف وعدم السلبية، طه اسماعيل يوجه رسائل لجماهير الأهلي بمؤتمر فايلر. اليوم السابع، زكريا ناصف عن مدرب الأهلي الجديد، نثق في رؤيتنا ونتحمل المسؤولية. الموقع الرسمي للأهلي، عبد الحفيظ التواصل مع فايلر بدأ منذ 48 ساعة. الوفد، سيد عبد الحفيظ، نعمل على توفير كل الدعم لمدرب الأهلي الجديد. الشروق، عبد الحفيظ يوجه رسالة لفايلر، هتنجح بينا وهننجح بيك. في الجول، صيانة مكثفة في ملعب التتش قبل مران فايلر الأول. طيب، تصريحات كثيرة جدا نقلتها المواقع النهاردة عقب المؤتمر الصحفي الخاص بمستر فايلر في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وتصريحات في الحقيقة مختلفة ومميزة جدا من مستر فايلر. بس قبل هذه التصريحات عايز أتكلم على الكابتن محمود الخطيب من خلال موقع الوطن سبورت، واللي قال إن الكابتن محمود الخطيب
يجتمع مع فايلر في الاهلي، وده اللي احنا قلناه لحضراتكم. وده كان قبل، ودي صوره طبعا من الاجتماع بحضور كمان لجنه التخطيط للكره، متواجد الكابتن طه اسماعيل، الكابتن زكريا ناصف، واعتقد كمان كان متواجد الكابتن خالد بيبو. وكلام اكيد كان مهم جدا من رئيس النادي، واجتماع سبق مباشره المؤتمر الصحفي. دي لقطات قبل المؤتمر الصحفي للمدير الفني وهو داخل غرفة الاجتماعات الخاصة بمجلس الإدارة عشان يقابل أيضا الكابتن محمود الخطيب. وفي اللقطات اللي حضراتكم شايفينها بعض أعضاء مجلس الإدارة وأيضا أعضاء الإدارة التنفيذية بخلاف المدير الإداري طبعا الكابتن سمير عدلي اللي بيقوم في الحقيقة مجهودات عظيمة، وهو اللي استقبل بالمناسبة مستر فايلر امبارح بالليل، كان تقريبا الساعة 3 الفجر يعني فجر النهاردة الصبح في المطار، وكان حريص جدا على اصطحاب المدير الفني لمقر الإقامة. بمناسبة مقر الإقامة خلينا أقول لحضراتكم شيء طريف شوية. المدير الفني الجديد متواجد في مقر الإقامة اللي كان متواجد فيه مستر مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق والتاريخي طبعا للقلعة الحمراء، فحاجة تدعو للتفاؤل أيضا في الحقيقة يعني. لكن في كل الأحوال إن شاء الله بإذن الله يكون أو تكون فترة زمنية مميزة وكبيرة جدا مع مستر فايلر خلال الفترة اللي جاية. بالتالي خلينا نروح للموقع الرسمي للنادي الأهلي واللي قال إيه. نقل تصريح آخر لمستر فايلر بيقول: دوري أبطال إفريقيا التحدي الأكبر وسعيد بدعم جماهير الأهلي. إذن زي ما قلت لحضراتكم الراجل عارف كويس قوي طموح الأهلوية إيه، طموح جمهور النادي الأهلي بيتمثل في إيه، أهم ما في هذا الطموح بطولة دوري أبطال أفريقيا، وده من خلال تصريحاته النهاردة، وأن ده التحدي الأكبر، وأنه سعيد كمان بدعم جمهور النادي الأهلي. وهو بالمناسبة تابع كل الهاشتاجات اللي اتعملت امبارح في إطار الدعم لمستر فايلر، واللي في الحقيقة بتبين مدى حب الجماهير الأهلوية للنادي ككل، ومدى وعيهم وإدراكهم بضرورة المساندة والدعم والمساعدة في تحقيق كل أحلامهم إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية. نروح كمان لسوبر كورة، وبتتكلم أيضا على مستر فايلر واللي بيتمنى الحصول مع الأهلي على كافة الألقاب المحلية والأفريقية. نتمنى له كل التوفيق إن شاء الله في إسعاد الأهلوية دايما. في المقابل كان فيه رسالة لمستر فايلر من مستر فايلر لجمهور النادي الأهلي، وده من خلال جريدة الفجر أو موقع الفجر الرياضي بالتحديد. ورسالة قال إن احنا طبعا منتظرين دايما الجمهور يكون في ظهرنا ومساند وداعم لينا، وإن شاء الله هنقدر نسعد هذا الكم الهائل من الجماهير. وعارف إن النادي الأهلي عنده جماهير كبيرة جدا وعريضة وفي كل أنحاء العالم يعني. كلام وأحاديث كتيرة ومهمة جدا لمستر رينيه فايلر المدير الفني الجديد. طيب عشان نقرب بشكل أكبر خلينا نروح نشوف كلمة مستر فايلر اليوم في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه هو والجهاز المعاوني. يلا بينا. I say hello from my side to everybody. أشكركم وأسلم على كل الناس الموجودة، أرحب بالناس الموجودة في الصالة. I'm very proud to be now member and part of that nice family. انا فخور جدا اكون دلوقتي عضو من النادي في النادي معاكم. I know what Al Ahly mean, a club with a big tradition, big history, fantastic fans. انا عارف النادي كبير ليه تقاليد عظيمه وليه جماهير رائعه. And big targets, and I'm sure that we will achieve all these targets. ولي أهداف عظيمة وأنا متأكد إن شاء الله نحاول نحقق كل الأهداف اللي هو عايزها النادي بيطمح ليها. We have to win. I know that. لازم نكسب، أنا عارف ده كويس. And I can say to all fans and all people around Al Ahly that we will attack all titles. وهقول لكل الجماهير وكل الناس اللي حوالين النادي إن إحنا هنحاول نحصل على كل الألقاب. With impatience, me and my staff wait to start the work this afternoon. عندنا شغف كبير وان احنا نبدا انا والجهاز بتاعي نبدا بعد الظهر النهارده التمرين مع الاهلي. And then we have to do all that the first game in 10 days will be successful. واتمنى ان شاء الله اول مباراه هنلعبها اللي هي كمان 10 ايام نحقق فيها نجاح كبير.
يعني اعتقد رسائل واضحه وكلام مهم ومركز جدا جدا من مستر فايلر المدير الفني الجديد للفريق. كل التوفيق ليه باذن الله خلال الفتره الجايه. نكمل اخبارنا على المواقع واللي بتتعلق بالنادي الاهلي. نروح ليلا كوره واللي بتقول التكاتف وعدم السلبيه. طه اسماعيل يوجه رسائل لجماهير الاهلي بمؤتمر فايلر. الدكتور طه اسماعيل في الحقيقه قيمه وقامه كبيره جدا في النادي الاهلي وفي مصر بشكل عام، وعنده العديد والعديد من الخبرات المميزه ورؤيه تحليليه مفصله ومهمه جدا على كل الامور اللي على الساحه الرياضيه المصريه وكمان فيما يتعلق بالنادي الاهلي. وهو طبعا كان مشارك اساسي في اختيار المدير الفني الجديد، بالتالي كان ليه تصريحات مهمه جدا، والتصريحات دي تطرقت للجماهير الاهلاويه وقال التكاتف وعدم السلبيه ده اهم شيء لينا كلنا كاهلاويه خلال الفتره الجايه. نروح نشوف تصريحات دكتور طه اسماعيل. يلا بينا. طبعا حضراتكم كلكم عايزين تعرفوا احنا ليه اخترنا المدرب اللي موجود الان اللي هو ريني فايلر. يعني في انواع طبعا سيفيهات كثيره جدا درسها النادي الاهلي لمدربين كثيرين، ومنهم مدربين يعني عالميين، لكن لكل واحد ظروفه. لكن احنا لينا مواصفات معينه في اختيار المدرب، مواصفات غير تقليدية. المواصفات التقليدية إن أنا أجيب مدرب حتى لو سنه مثلا 60-70 سنة وعنده 20-30 بطولة وأبقى مبسوط إن أنا جايب هذا المدرب، ومتهيألي إن هو معاه المفتاح السحري لكسب البطولات. إنما إحنا اختيارنا اختيار غير تقليدي بالمرة. إحنا اختيارنا اختيار شبابي طموح لديه الرغبة في تحقيق ذاته مع النادي الأهلي ومع فريق النادي الأهلي. دي نقطة مهمة جدا، انك بتختار مدرب له الطموح الكبير جدا في ان هو يعمل ويجتهد لكي يعني يحقق نتائج لنفسه وللنادي الأهلي. مدرب مش لابس بدلة وقاعد في المدرج ولا قاعد بره عشان بس يحط الفريق التشكيل وعمل طريقة وبعد كده انتهى شغله. لا، مدرب ميداني في قلب الملعب، في كونتاكتس واتصال مباشر باللاعبين، خاصة ان لاعبينا في وطننا العربي ليسوا مكتملي يعني التجهيز الفني او التكتيكي، لا محتاجين عمل داخل الملعب سواء جماعي او عمل فردي مع الجهاز الموجود. احنا عايزين مدرب في الملعب يشتغل مع اللاعبين. اللاعبين عندنا في العالم العربي لهم نواقص وفي مصر. واحنا دي حصلت معانا مع اجهزه فنيه سابقه كانت بتشتغل معانا، في فلان عنده نقص في كذا، فلان عنده نقص في تدريبات فرديه مع الجهاز يشتغلها في اوقات اخرى او في نفس وحدات التدريب، لكن حاطط ايده في كل صغيره وكبيره. ودي نقطه مهمه جدا لتحقيق الاكتمال الاعداد سواء الاعداد البدني او الفني او الذهني للاعبين. الحاجه الثانيه برضو والشيء المهم في هذا الامر انه هذا الجهاز له نظره وكونتاكتس مع قطاع الناشئين، يعني هيبقى له يعني ملاحظات ومتابعات لقطاع الناشئين و إبداء ملاحظات لكيف يتم إعداد اللاعبين، خاصة اللعيبة البروميسنج اللي على وشك إن هم يلعبوا في الفريق الأول. أساليب اللعب دي كانت نقطة مهمة جدا، ودي أول مرة بتحصل في مصر إن يبقى في جهاز فني بيشتغل مع الفريق الأول لكن أيضا عينه طبعا مع مساعديه على قطاع الناشئين، لأنه يبقى في هنا وحدة عمل وفي تواصل بين العمل اللي بيتم في قطاع الناشئين مع الفريق الاول. ودي نقطه مهمه جدا يمكن اول مره حد بيعملها، لان دايما كل المدربين الاجانب اللي يجوا كل همه ان هو يشتغل مع الفريق الاول وخلاص، ملوش دعوه باي حاجه بعد كده. انما الجهاز عنده التزامات هتخلي اثر عمله هيبقى متواجد حتى لو خلص ومشي بعد سنه بعد اتنين بعد عشرة، هيكون له بصمات موجوده مع الاجيال اللي هي طالعه. ودي برضه نقطه من النقط المهمه جدا.
بتكلم كلمة أخيرة لجمهور النادي الأهلي. النادي الأهلي نجاحاته طول عمره بوحدة النادي الأهلي، الوحدة اللي بتشمل اللاعبين وتشمل الجماهير وتشمل إدارة النادي الأهلي. الوحدة ديت كانت سبب كبير جدا في تقاليدها وفي إرسائها وفي جماعيتها اللي بتحقق النتيجة الكبيرة. أنا بهيب بجماهير النادي الأهلي أن تقدم الدعم الكامل، ليس الجهاز الفني فقط، الجهاز الفني واللاعبين ولإدارة النادي، لأن وحدة النادي الأهلي هي الأساس في كل نجاح. دي نقطة أنا بركز عليها في هذا الجو اللي احنا موجودين فيه، وفي بعض الأحيان مش عايز أتكلم جو محموم في بعض الأحيان من جهات مختلفة. أنا بقول النادي الأهلي عشان ينجح، وسبب نجاح النادي الأهلي على طول العمر هذه الوحدة الموجودة، منظومة جماهير مؤازرة. ولذلك أنا بهيب بجماهير النادي العظيمة الوفية اللي بتقف مع النادي الأهلي باستمرار، إنها تتكاتف مع فريق النادي الأهلي، مع جهاز الفني النادي الأهلي، مع إدارة النادي الأهلي. ده البروتوكول اللي موجود في العالم في الأندية المتقدمة الكبيرة، ومن ضمنها النادي الأهلي اللي له تقاليده العريقة الكبيرة جدا. أنا برحب بالجهاز الفني اللي موجود جنبي كلهم، برحب بيهم وبتمنى لهم التوفيق في عملهم، وان كلنا مسابرين وكلنا مساندين لهذا الجهاز ولفريق النادي الاهلي، وارجو لكم التوفيق باذن الله تعالى. شكرا. طيب، في الحقيقه تصريحات مهمه ومميزه جدا من الدكتور طه اسماعيل، واتكلم كلام غايه في الاهميه، وبالتحديد ابرز حاجه لما قال ان احنا كنا بندور على مواصفات غير تقليديه. قال ان احنا كان ممكن نجيب مدير فني عنده 60 او 70 سنه، عنده 20 او 30 بطوله في السي في بتاعه، لكن في نفس الوقت ما عندوش الطموح ان هو يحقق الجديد في مسيرته. يعني احنا لجأنا للطموح، لجأنا للي ان شاء الله يحقق لنا احلامنا وطموحاتنا كلها، والكلام ده بيتمثل في سن صغير، مدرب عنده قدرات شخصيه مميزه، وده واضح جدا بالنسبه لمستر فايلر. كمان تطرق لجمهور النادي الاهلي واتكلم على وحده الاهلاوي اللي دايما كانت بتقود القلعه الحمراء للانتصارات المختلفه على مدار 112 سنه بالنسبه للنادي الاهلي. فبالتالي ده شيء مهم جدا ورساله غايه في الاهميه من الدكتور طه اسماعيل. بالتحديد عايز اقول حاجه، مجلس اداره النادي الاهلي ولجنه التخطيط وفروا كل الامكانيات للفريق الاول بصراحه. يعني انت دلوقتي عندك مدير فني جيد، عندك مركز متكامل بالنسبه للفريق الاول، سواء فيما يتعلق بالاستشفاء، اجهزه الاستشفاء، صاله الجيم، كل الامور الخاصه بالجوانب التدريبيه، كل الغرف الخاصه باللاعبين المميزه جدا، عندك كمان قوام قوي ومميز من لاعبي الفريق الاول. اذا الرساله هنا موجهه لمين؟ موجهه للاعبي النادي الاهلي. دوركم هنا، ده وقتكم، وقتكم انكم تثبتوا ان انتم جديرين بارتداء الفانيلا الحمراء، لان خلاص كل حاجه اتعملت في الحقيقه للعيبه، كل الامكانيات موجوده، مفيش اي نواقص، مفيش اي احتياجات محتاجينها او ناقصه خلال الفتره الحاليه والفتره القادمه. يعني اذا الامور كلها مهيئه بالنسبه للعيبه نفسهم بقى ان هم ان شاء الله باذن الله يحققوا ذاتهم وبطولاتهم اللي هتبقى في تاريخهم دايما مع النادي الاهلي. ومفيش مكان اسهل من النادي الاهلي تحقق فيه بطولات والقاب. اللي بيخش النادي الاهلي سنه بيخرج باكثر من بطوله، ده شيء معتاد. فالدور عليك انت كلاعب في النادي الاهلي الفتره الجايه تحدي بالنسبه لك. نفذ كل كالمعتاد طبعا لعيبه النادي الاهلي كل التعليمات الخاصه بالجهاز الفني، ركز بس في الكوره، ركز بس في الكوره، ركز بس في اسعاد جمهور النادي الاهلي اللي دايما بيبقى في ظهرك. دايما جمهور النادي الاهلي بيبقى في ظهر اي لعيب في الفريق واي لعيب في اي لعبه في النادي الاهلي. فدلوقتي ده وقت لعيبه النادي الاهلي بعد تلبيه وتنفيذ كل المتطلبات الخاصه باللاعبين خلال الفتره اللي فاتت. كل التوفيق ليهم باذن الله. نروح لليوم السابع.
موقع اليوم السابع بيتطرق لتصريح للكابتن زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي عن مدرب الأهلي الجديد، وبيقول نثق في رؤيتنا ونتحمل المسؤولية. طبعا كابتن زكريا ناصف أحد النجوم الكبار في تاريخ الكرة المصرية، طبعا في تاريخ النادي الأهلي، واللي كان ليه دور كبير جدا في الاختيار، لأنه طبعا عضو لجنة التخطيط، وفي الاستراتيجية والفكر الخاص بنادي الأهلي خلال المرحلة المقبلة. هو واثق كل الثقة في الرؤية الخاصة بالنادي وباللجنة، وقال إن احنا نتحمل المسؤولية كاملة، وده تصريح مهم قوي ومميز جدا بالنسبة له. بيدل على إيه؟ بيدل على ثقتهم الكبيرة في الاختيار اللي جايبينه، فبالتالي إن شاء الله بإذن الله المساندة بقى، المسؤول اختار، المسؤول قرر، وده دوره، لكن دور الجمهور، دورنا احنا إيه؟ إن احنا نساند هذا الاختيار وندعم هذا الاختيار لحد لما نشوف النتائج بإذن الله هتبقى عاملة إزاي، وبإذن الله هتكون نتائج كويسة جدا. نروح للموقع الرسمي للأهلي. عبد الحفيظ قال إن التواصل مع فايلر بدأ منذ 48 ساعة، والأهلي فعلا أعلن بشكل رسمي على تعاقده مع مستر فايلر من 48 ساعة فور الإعلان عن التعاقد. كابتن سيد عبد الحفيظ أرسل على طول ومباشرة لمستر فايلر كل التقارير الخاصة بكل اللاعبين وبالفريق بشكل كامل وبالمراحل القادمة، وبعض الفيديوهات اللي أرسلها أيضا لمستر فايلر عشان ما نضيعش ساعة، ما نضيعش وقت خالص، لان انت خلاص الوقت ضيق عندك خلال 13 يوم اول مباراه للجهاز الفني الجديد، ومباراه مهمه جدا جدا، وان شاء الله تكون استمرار في البدايه قويه في بطوله دوري ابطال افريقيا لحد ما نوصل باذن الله للنهائي وناخد اللقب ده اللي معاندنا الفتره اللي فاتت في الحقيقه معاده النادي الاهلي. فبالتالي الشغل ابتدى على طول من 48 ساعه زي ما قال الكابتن سيد عبد الحفيظ. نروح للوفد وتصريح اخر لمدير الكره بالنادي الاهلي، واللي بيقول نعمل على توفير كل الدعم لمدرب الاهلي الجديد، وده امر معتاد وطبيعي جدا داخل القلعه الحمراء. والتصريح الاهم للكابتن سيد عبد الحفيظ من خلال موقع الشروق ومن خلال طبعا المؤتمر الصحفي اليوم، قال ايه؟ قال رسالة لمستر فايلر، هتنجح بينا وهننجح بيك. كلام مهم قوي في الحقيقة من كابتن سيد عبد الحفيظ، خلينا نروح نشوف قال ايه. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن مش هاخد اكتر من دقيقة او دقيقتين، كل الناس يهمها طبعا انها تسمع الكلمة من مدير فني، فده وضع طبيعي. يعني برحب بيكو، برحب بكل الحضور، السادة الاعلاميين، برحب بكل اللي موجود على المنصة، برحب بجهاز الفني طبعا الجديد، برحب بالجهاز اللي باقي من الجهاز القديم، بشكر الجهاز القديم على كل ما قدمه للنادي الأهلي. في بعض الأوقات كان فيه توفيق وفي بعض الأوقات ما كانش فيه توفيق، لكن قدم كل اللي عليهم. مش عايز أطول مرة تانية، لكن كل اللي أقدر أقوله في النادي الأهلي ما حدش بيبدأ من نقطة الصفر، كل بيجي يكمل على اللي بعده. مسج بتوصل لكل الناس، للمدير الفني الجديد بقول له هتنجح بينا وهننجح بيك، ثق تماما في كده. ورانا اداره مستقره، ورانا جماهير عريضه، ورانا الناس مهتمه جدا جدا بتفاصيلنا، لكن اكتر من كل ده شغلنا. يعني الحاجه الاخيره اللي بيشتغل عليها النادي الاهلي، او الحكمه اللي بيشتغل عليها النادي الاهلي دايما بتقول، يعني الجواب ما تراه بعينك لما تسمعه باذنك. مش شرط تسمع كتير كلام كتير، تقرا كلام كتير مهم جدا جدا، كل واحد يعمل شغله، لكن اهم من ان انت تقرا او ان انت تسمع، انت نفسك تعمل شغلك بما فيهم انا. يعني عندنا شغل كتير هنعمله، عندنا حاجات كتيره جدا داخلين عليها، دوري وكاس وسوبر وافريقيا، عندنا ما عندناش وقت نضيعه، عندنا شغل كتير جدا نعمله. مرحب بك مره ثانيه، مرحب بالجهاز الفني كله، زي ما قلت لك هتنجح بينا وهننجح بيك ان شاء الله. ايضا كلام غايه في الاهميه من كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. عايز بس اوضح حاجه مهمه قوي، التواصل اداري وفني من خلال الكابتن سيد عبد الحفيظ من 48 ساعه بس، ده التواصل الفني والاداري، لكن التواصل اللي كان قبل كده كان من خلال طبعا لجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي مع مستر فايلر ومع المسؤولين عن التعاقد وانهاء التعاقد مع هذا المدرب. فبرضه ده توضيح مهم، لان البعض ممكن ياخد التوضيح ده على ان التواصل من زمان ما بين كابتن سيد عبد الحفيظ والراجل في المفاوضات وكمان ده، لا، كل واحد في النادي الاهلي عارف دوره كويس قوي. كابتن سيد عبد الحفيظ اول ما تم ابلاغه ان المدير الفني الجديد فلان الفلاني ابتدى يتواصل معاه، ابتدى يبعت له السيفيهات الخاصه بي هو ككابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سامي قمصان اللي هيبقوا معاه في الجهاز المعاون، التقارير الخاصه باللاعبين، والراجل نفسه تطلع او اطلع على بعض
التقارير وبعض اللقطات خلال الفترة اللي فاتت لما كان بيتعاقد مع النادي الأهلي، يعرف معلومات كتير عن اللاعبين وكلام من ده، والفترة الجاية هيعرف أكتر وأكتر بإذن الله، وكل التوفيق ليه. اللي لفت نظري في تصريح كابتن سيد عبد الحفيظ، قال إن إحنا عندنا شغل كتير بما فيهم أنا اللي هو يعني، وإن إحنا مركزين جدا في هذا العمل وهذا الشغل الشاق جدا، وبإذن الله هنقدر نحقق كل الألقاب خلال الفترة الجاية. دي كانت أخبار الأهلي في المواقع. لسه في أخبار للنادي الأهلي أو عن النادي الأهلي كمان في الجرائد، نروح نشوفها. في الأخبار المسائي، فايلر فيلتيتش الخطيب يرحب بالمدير الفني الجديد ويحدد ملامح المرحلة المقبلة. الجمهورية، في اجتماع الأهلي مع فايلر، الدوري العام وإفريقيا أهم الأولويات. المسا، رغم قلق الجماهير فايلر بدأ الشغل بدري. المصري اليوم، فايلر يحسم مصير المهاجم الأجنبي للأهلي، السويسري يطلب خوض وديتين قبل مواجهة بطل غينيا الاستوائية، مؤتمر صحفي اليوم لتقديم المدير الفني وجمعة يتعافى. مجلة الأهلي، أول بطولة ننتظرها مع بداية الموسم الجديد، قمة السوبر السادسة، الأهلي زعيم السوبر يهزم الزمالك 4-1 بس. مجلة الأهلي، 107 سنوات فارق بين نادي القرن والفريق البترولي، الأهلي ضيفا على كانو سبورت لأول مرة في دور الـ 32 الأفريقي. طيب نبتدي بالأخبار المسائي، فايلر فيلتيتش الراجل خلاص متواجد النهاردة وأدار وأشرف على المران الأول، الخطيب رحب بالمدير الفني الجديد ويحدد له كمان ملامح المرحلة المقبلة. هو خلاص الراجل عارف الملامح إيه والفترة الجاية هيبقى عايزين إيه وطموح الأهلوية إيه. نروح للجمهورية، في اجتماع الأهلي مع فايلر، الدوري العام وأفريقيا، أفريقيا أفريقيا أهم الأولويات، وده شيء غاية في الأهمية وشيء معروف للمدير الفني وبان من تصريحاته النهاردة، وإن شاء الله بإذن الله عندنا أمال وطموحات كبيرة في حصد هذا اللقب الغائب بالتحديد. نروح للمسا واللي بتتكلم على جمهور النادي الأهلي، بتقول رغم قلق الجماهير الحمراء فايلر بدأ الشغل بدري، يقود مران الفريق استعدادا لكانو سبورت الغيني. عجبني قوي حماس الراجل ان هو النهارده على طول لسه واصل من كام ساعه، نزل التدريب على طول، ادار المران اشرف عليه، بيتفرج على اللاعبين، اتفرج على بعض التقارير النهارده بالليل، هيشوف فيديوهات كتيره جدا للفريق وبكره وخلال الفتره الجايه اتعرف اكتر واكتر على اللاعبين لحد موعد اول مباراه باذن الله. نروح للمصري اليوم سريعا، فايلر يحسم مصير المهاجم الاجنبي للاهلي، الموضوع ده سابق لاوانه بالمناسبه، الراجل خلال الفتره الجايه هيشوف يتفرج يقرب اكتر، وممكن هو بقى بالمناسبه هو يشوف اللاعبين، ممكن يقول لك انا مش محتاج مهاجم اصلا، ممكن يقول لك ماشي، ممكن يجيب مهاجم، احتياجاته بقى بشكل عام هو هيشوفها، الراجل هو اللي هيقدر يقيم احتياجاته خلال الفتره اللي جايه. السويسري يطلب خوض وديتين، هيبقى فيه ان شاء الله ماتشين وديين للفريق قبل المباراه القادمة. جمعة يتعافى، صالح جمعة كان عنده طول عضلي كده شوية لكن خلاص بيتعافى، وأعتقد النهاردة شارك في جزء من المران. نروح لمجلة الأهلي سريعا واللي بتتكلم على الطموحات القادمة، بتتكلم على أهم الألقاب المقبلة، قمة السوبر السادسة، أول بطولة ننتظرها مع بداية الموسم الجديد، عندنا مباراة سوبر مع نادي الزمالك، نادي كبير ونادي محترم، مباراة هتكون قوية جدا ما بين الفرقتين. لسه الميعاد المعروف لحد دلوقتي يوم 18/9، بس في الغالب بنسبه كبيره جدا جدا هيتاجل هذا الميعاد، ولسه هنعرفه من الاتحاد المصري لكره القدم. هو بيقولوا ان الاهلي زعيم السوبر يهزم الزمالك 4-1، بيتطرقوا لعدد المباريات السوبر ما بين الاهلي والزمالك، السوبر المصري بالتحديد، وان اتلعب 5 مباريات، النادي الاهلي فاز في 4 والزمالك فاز في مباراه وحيده، وان شاء الله النادي الاهلي يفوز في المباراه المقبله كمان باذن الله. طيب النادي الاهلي عنده 10 بطولات سوبر، عدد كبير جدا يعني ما شاء الله، يزيد باذن الله. مجله الاهلي، نكمل مع مجله الاهلي وتتطرق للمباراه المقبله مع فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائيه، المباراه هتكون يوم 14، بفكر حضراتكم 107
سنوات فارق بين نادي القرن والفريق البترولي. هم حديث الانشاء يعني فريق كانوا سبورت تم انشاؤه في عام 2014، واول مواجهه هتكون ما بين فرقتين في دور 32. ان شاء الله يكون النادي الاهلي موفق، كل التوفيق في هذه المواجهه الهامه جدا. طيب نكمل اخبارنا، عندنا اخبار محليه واخبار عالميه، نروح نشوف ابرزها، يلا بينا. بوابة الوفد تعرف على التشكيل الاقرب للجهاز الفني لمنتخب مصر. اليوم السابع اتحاد الكره يدرس الاستعانه بخبير انجليزي لوضع جدول الدوري، يا ريت. بوابة فيتو شروط صارمة من اتحاد الكرة لأعضاء لجنة الحكام. الجمهورية أونلاين رسميا مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة للأولمبياد على استاد القاهرة والسلام. سوبر كورة أحمد عبد الله يزور معسكر المنتخب الأولمبي. موقع الكابتن الثلاثي المصاب يغادر معسكر المنتخب الأولمبي. كورة انتهاء أزمة صلاح وماني. بوابة الأهرام محمد صلاح خارج المنافسة، إعلان القائمة النهائية للثلاثي المرشح للأفضل بالعالم. في الجول كلوب وجوارديولا وبوكيتينو يتنافسون على جائزة أفضل مدرب لعام 2019. بوابة أخبار اليوم أليسون على رأس قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس في العالم. بوابة الشروق هدف ميسي بالقائمة النهائية لجائزة بوشكش. يلا كورة على سبيل الإعارة روما يتوصل لاتفاق مع أرسنال لضم ميخيتاريان. 1-3 رسميا بارما يعلن التعاقد مع ظهير مانشستر يونايتد. يورو سبورت عربية ماورو إيكاردي إلى باريس سان جيرمان. بطولات سكاي نافاز يصل فرنسا للتوقيع رسميا مع باريس سان جيرمان، انتهت خلاص. سبورت 360 تيتشاريتو يعود رسميا الى الدوري الاسباني من بوابه اشبيليه. اس عربي اجماع بين الصحف الكاتالونيه على انضمام نيمار الى برشلونه 2020. طيب كالعاده في اخبار محليه واخبار عالميه كتيره جدا النهارده، وهنتكلم فيها بتفاصيل اكتر خلال الفقره المقبله اللي هتكون بعد الفاصل، واللي هينورنا ويشرفنا فيها الاستاذ الكبير استاذ اسامه صقر رئيس القسم الرياضي بالجمهوريه، عشان نستفيد في الحديث في ملفات عديده ومختلفه على الساحه الرياضيه المصريه المحليه وايضا العالميه. استنونا بعد الفاصل. بينورني ويشرفني في الاستوديو في هذه اللحظات الاستاذ اسامه صقر رئيس القسم الرياضي بالجمهوريه. يا استاذ اسامه منورنا. الله يخليك، متشكر جدا. اكيد يعني القناه منوره باهلها باذن الله. ربنا يخليك يا رب، دايما منورنا وتشرفنا. عايزين نبتدي بالمدير الفني للنادي الاهلي ومؤتمر الصحفي، واكيد حضرتك تابعت التصريحات او قريت تصريحات المدير الفني الجديد للنادي الاهلي مستر فايلر، تعقيبك ايه على هذه التصريحات؟ لا انا تابعت بقوه وشراسه المؤتمر. كويس. خاصة الضجة اللي احنا بنسمعها في خلال الفترة بعد التعاقد مع الرجل او الاتفاق معاه وحضوره لمصر، وطبعا انا مستاء جدا. مستاء جدا من التدخلات. يعني انت شغال في قناة الاهلي، انا ماليش الحكم ان انا اتدخل في عملك. في نفس الوقت انت ما تتدخلش في عملي. لجنة الكورة بالنادي الاهلي اختارت المدير الفني، رأت ان الرجل ده هو الاصلح والاكفأ في هذه المرحلة. عندنا لجنة كرة في النادي الأهلي هي اختارت. أنا ما تدخلش،
وانا كجماهير معيش في الدور ان انا خايف على النادي الاهلي او المدرب حلو المدرب وحش، لا انا دعم الراجل وقف بجواره لان فريق الكره بالنادي الاهلي محتاج لرعايه خاصه في هذا التوقيت، محتاج لمدير فني محترم، ولازم نرجع ل 10 15 سنه لورا للخلف لما جه مانويل جوزيه للنادي الاهلي، لما كانش حد يعرف الراجل ده نهائيا، والراجل ده جه حقق انجازات وحقق ارقام وحقق التاريخ للنادي الاهلي والقاب من الصعب انها تتكرر في المرحله القادمه. الراجل ده لما جه يشتغل ما كانش عليه ضغوطات، انت جاي تضغط على راجل من قبل ما يجي يشتغل واشوفه. لا، النادي الاهلي نادي كبير وهنا في مجلس اداره، وبعدين تفاجئ ببعض بقى اللي هل انا بتاثر كنادي اهلي بمواقع تواصل اجتماعي وفيسبوك؟ طيب ما الغالبيه العظمى مع النادي الاهلي، حقق او لم يحقق لجمهوره الكبير وللقاعده العريضه، ما بيتاثرش الا بيهم لما بكون بلعب البطولات وبحققها بفضل تشجيع جماهير النادي الاهلي ودخولها للنادي الاهلي والكوفة خلف الفريق. الراجل ده من خلال الارقام ومن خلال السي في الخاصه بهذا الرجل من الممكن ان ينجح ويحقق نجاح باهر جدا جدا. شاء الله. عجبنا حاجات كتيره جدا في المؤتمر، لان انا ما تابعتش المؤتمر ان انا شفته، لا انا تابعته من خلال الماده الصحفيه اللي جات لي من الزميل ياسر الشرقاوي وبعتها لي. تحياتنا ليه. انا يعني انا لقيت ان الراجل بيتكلم بنبره كويسه جدا، بيتكلم بعقلانيه، راجل محترم جدا، لانه جاي يحقق اسم كويس. جاي النهارده يعمل تاريخ، جاي يوثق حاجه كويسه جدا للنادي الاهلي. انا بقى ما يهمنيش مين قال ان راجل حلو ده وحش، ما لا يعنيني بالمره. انا كل ما يعنيني ماذا سيقدم الرجل للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. طيب التصريحات اللي حضرتك قريتها انطباعك عنها ايه؟ ابرز تصريح لفت نظرك؟ لا، هو انا اللي عجبني في الراجل من التصريحات ان هو ابتدى يلعب على الوتر الاهم داخل النادي الاهلي. العب على وتر الجمهور والعب على وتر اللاعبين. كويس. وانا لو جبت افضل مدرب في العالم للنادي الاهلي ولو قلنا الناس هتبتدي تهاجم هتهاجم. ده انت لو جبت بوشكاش الكره المصريه والكره الافريقيه والعربيه والعالميه يدرب الاهلي هتلاقي نفس الاصوات اللي بتطلع، لان الدوله بتعيش في مرحله مهمه. احنا مرحله مهمه جدا، لازم تحصل فوضى ويحصل. خليني اقول لحضرتك على حاجه برضو في نفس الوقت، أصوات اللي بتطلع دي أصوات جماهير النادي الأهلي، أصوات جماهير النادي الأهلي لما بتبقى مثلا ليها وجهة نظر معينة، البعض أنا مش بتكلم على الكل، بيبقى حرصا على مصلحة النادي، مفيش مشكلة، لكن في نفس الوقت هم عارفين إن هم جماهير بتساند الفريق، أو ممكن يظهروا بعض الغضب، لكن عارفين إن في مسؤولين بيختاروا وهم دورهم الدعم والمساندة في كل الأحوال، لكن رأيهم أكيد لازم يحترم. اتفق معك، أنت ما تدبسنيش مع جماهير الأهلي. أنا مش بدبسك، لا ما تدبسنيش معاهم، لا أنا عايز أقول لك على حاجة. جمهور الاهلي والغالبيه ونقول لك السواد الاعظم من جماهير الاهلي واقفه وبتسند الاداره وهتسند المدير الفني. اكيد اكيد طبعا. انما انا بتكلم على القله اللي هي انا شايفها كده يعني بتاخد اتجاه معين. وربما ما كنتش من جماهير الاهلي. هم اهم حاجه ان هم يعملوا فوضى على مواقع التواصل الاجتماعي. انما النهارده تيجي تقول لي ان جماهير الاهلي مش عايز تنجح؟ لا طبعا. مش عايز المدير الفني ينجح؟ لا اكيد نفسه. طيب شوف الفرق ما بين مواقع التواصل الاجتماعي امبارح وشوفها النهارده. امبارح لو قلت ناس كتيره بتتكلم على المدير الفني، النهارده شوف الناس كلها بتشجع وبتؤيد المدير الفني. ولو المدير الفني السويسري ده بيعرف لغه عربيه وبيعرف الكتابه العربيه هيكون سعيد جدا جدا. ولذلك اول حاجه قالها في المؤتمر، ودي اللي انا كنت اتمنى ان هي تكون اول حاجه بيقولها، أنا جاي عشان أسعد جماهير الأهلي. أنا جاي عشان أحقق أرقام. أنا جاي أفرقه على أداء، أنا جاي أحقق ألقاب، وأهم لقب عندي البطولة الأفريقية. بالظبط. ما إحنا شبعنا ألقاب محلية. طبعًا. وشبعنا ألقاب أفريقية. وشبعنا أرقام عالمية في بطولة العالم للأندية لما كنا بنشارك. إنما أنا بقى لي فترة فيه هزة. أنا عايز أستعيد بريق الأهلي. فالراجل ده عجبني في طريقة كلامه. طريقة ان هو هيبص على قطاع الناشئين والشباب. طبعا ده حاجة خطيرة جدا ان هو ابتدى يجمع معلومات عن لاعبي الاهلي، عشان مع احترامي الكامل ما تجيش تقول ان الراجل عارف لعيبة الاهلي اللي جاي يدربه.
ده طبعا مش شرط حاجه جديده طبعاً. علينا فلذلك في هنا عقلانيه، في هدوء، في نوع يعني انا شايف ان في ثقه. ادعم الراجل ده ازاي؟ ده الدور اللي يقف عليه مجلس اداره النادي الاهلي، ثانيا الجماهير، ثالثا والاهم هي روح لاعبي النادي الاهلي. لان اي مدرب لو ما لقاش الروح القويه لدى اللاعبين والاصرار يبقى مش هيقدر يحقق الهدف اللي هو جاي يحققه. اكيد طبعا، وده شيء مهم ومفروغ منه بخلاف روح اللاعبين. اكيد دور الجمهور هو الاهم والاساس في كل الانجازات اللي باذن الله باذن الله هيحققها مستر فايلر خلال الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي. عايز اقول لحضراتكم برضو الجهاز المعاون لمستر فايلر، لان انا كنت عايز اقوله من بدايه الحلقه في الحقيقه. مستر فايلر طبعا مدير فني، مدرب عام مستر ديفيد سيزا، وايضا مدرب احمال مستر توماس، ومدرب حراس المرمى مستر ميشيل، طبعا مدير الكره كابتن سيد عبد الحفيظ، مدرب مساعد الكابتن سامي همصان. نتمنى للمجموعه كلها كل التوفيق خلال المرحله المقبله، ونتمنى باذن الله ان هم يحققوا كل ما يتمناه كل اهلاوي في جميع النادي في جميع انحاء العالم باذن الله. طيب استاذ اسامه، رايك في استمرار كابتن سيد عبد الحفيظ كمدير كرة وأهمية استمراره في الفريق الأول؟ وفي كم على ما أعتقد الكابتن سامي وكابتن سامي مصطفى طبعا أنا كنت هتطرق معاك واحد واحد، يعني ما رأيك في تواجد الاثنين؟ يعني استمرار. أنت بتقصد بالسؤال إن هو وجود الكابتن سيد عبد الحفيظ ده كان مهم؟ أيوة. ولا أهمية. كان يمشي برضه مع بقية أفراد الجهاز الفني؟ عايز أسمع وجهة نظرك. لا طيب أنا عايز أتكلم. اتفضل. بقاء الكابتن سيد عبد الحفيظ مهم جدا، كويس، وانا شايف ان هيكون حلقه الوصل المهمه ما بين مجلس الاداره وما بين الجهاز الفني، كويس، لانه يعرف كل كبيره وصغيره داخل الفريق لا داخل فريق كره القدم. تمام. انما النهارده ان انا ببعد مدرب حراس مرمى، مدرب عام، ده ما حدش برضه ما يخليناش ننكر جهد الكابتن محمد يوسف وكابتن طارق سليمان والناس أكيد اللي مشت. أكيد أكيد. لا الكابتن محمد يوسف معروف وتاريخه، وده راجل مدير فني، وانا شايف ان هو مدرب عام دي ما عدتش بقى تليق عليك. لا انت كبرت يا كابتن محمد، ارجع لاصلك انك مدير فني. حتى ان شاء الله ممكن ترجع للنادي الاهلي مدير فني. بس هي حاجه تحسب له في الحقيقه برضه يا استاذ اسامه، ان هو بيوافق وبيلبي اي طلب للنادي الاهلي في التواجد في اي مركز، واستحمل كتير. بالظبط. يعني واستحمل انتقادات كتير طبعا. وهو كابتن محمد يوسف كل ما يشتغل مع مدير فني وما يحققش نتائج ويمشي، ما دي برضه دي بتاثر على الكابتن محمد يوسف، حتى بتخلي عنده نوع من الارتباك. لا انا الفتره دي هو يهدى ياخد بريك شويه. لا وراجل محترم طبعا، وعلى فكره وهيكون ناجح في اي فريق يمسكه ويكون مدير فني فيه. ولكن الكابتن سيد عبد الحفيظ انا بعتبره حلقه وصل، واستحمل كتير وراخر، يعني استحمل غلاسات وانتقادات، واستحمل كلام وتصريحات يعني وحاجات لا تليق. ولكن الراجل مستمر مع النادي الاهلي. لا وجوده ما ينفعش يمشي. الكابتن سيد عبد الحفيظ ده مسمار في فريق الكوره، ولذلك انا شايف تواجده كان سليم جدا، بالرغم ان كانت في بعض الاصوات بتنادي ان الكابتن سيد يمشي، ولكن الغالبيه اختارت ان الكابتن سيد عبد الحفيظ يستمر. لا وجوده مهم، اي مشكله يقدر يحلها بسرعه، هو عارف لعيبته، وعارف يقدر يقول ايه لمستر فايلر، عارف يقدر يقول للجهاز الفني، يقدر يعمل حاجات كتيره تفيد الاهلي في الفتره اللي جايه. طبعا نتمنى له ان شاء الله كل التوفيق. كابتن سيد عبد الحفيظ اكيد عنصر مهم جدا في الجهاز الفني في الحقيقه، ايضا كابتن سامي قمصان كادر اهلاوي مميز جدا وهيبقى ليه مستقبل ان شاء الله باذن الله في التدريب. بشكل عام النادي الاهلي مقبل على مرحله مهمه جدا في بطوله دوري ابطال افريقيا، هل الفتره الزمنيه ممكن تعيق المدير الفني على اداء مباراه جيده والنتيجه جيده في مباراه الذهاب هناك في غينيا الاستوائيه من وجهه نظرك، ولا شايف ان ده ما بقاش عائق دلوقتي وان عادي مدير فني يجي دلوقتي يشتغل على طول الاسبوع الجاي ويحقق اداء ونتائج كويسه؟ بص كابتن امير انا عايز اقول لك على كلمه مهمه جدا. اتفضل. الاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري، انا بتصور ان الفرقه اللي ما خدتش راحه لحد الان دي الفرقه اللي شغاله، بالرغم ان المصري يكون بعيد، انما الاهلي جاهز فنيا. ما بس انا بيراميدز خد راحه كبيره برضه، معلش. بس احنا لعبنا مباريات اهلي وزمالك وبيراميدز لعبوا مباريات متساويه، تمام، فيما عدا الاهلي زاد بمباراتين اللي هي مباراه الزمالك وكانت مباراه
اللي كان لعبها المقاولين العرب. انما الفرق ديت لا، هي جاهزه فنيا وبدنيا، وهي الفرق الاعلى، وهي وصول الفرق دي للمحطات النهائيه في كاس مصر، في الدوري، في الحاجات دي، هم يستاهلوا لان هم الفرق الاجهز فنيا. فالاهلي لا، ما نقدرش نقول حته ان الاهلي محتاج وقت مع الراجل، لا مش محتاج كويس. هو الراجل دخل مباشره من النهارده فعلا، من يوم الاثنين وابتدى الراجل يدرب، لا هتبقى سهله الامور قدامه، وامكانيات اللعيبه هتبرز قدامه. وفي لعيبه كانت حاسه بالظلم في وجود لاسارتي، انا شايف دلوقتي ان هي هتعيد حساباتها من جديد عشان تقنع المدير الفني بالمستويات بتاعتها. والراجل ده انا احساسي ان هو شغله مش هيبقى بالحته البدنيه، لا هو هيعتمد على عاملين، الناحيه الفنيه وطريقه اداء فريق الاهلي، لانه 100% قاعد اتفرج بقى على السيديهات والمباريات، هيعتمد على الناحيه الفنيه وعلى المجموعه اللي هتلعب معاه. بس اتمنى ان يكون راجل حاسم قوي. بص اللقطات دي معايا يا استاذ اسامه، ده اول يوم لي، اول لحظات لي في المران، واقف بيدي تعليمات، توجيهات محدده، وقف التقسيمة أكتر من مرة، بلغهم تعملوا إيه، تباصوا فين، تلعبوا الأسلوب، الطريقة، يعني واضح إن الراجل داخل عارف هو عايز يعمل إيه، عارف فكره هيطبقه إزاي مع فريق هي الجلد. الكرة اللقطات دي بتوضح في الحقيقة يعني. لا ما إحنا ما نحكمش دلوقتي طبعًا، إحنا أهم حاجة إحنا داخل مباراتين في البطولة الأفريقية، وهدخل مباراة السوبر هلعبها مع الزمالك، لأن ده السوبر بتاع السنة اللي فاتت مش السنة دي. فانا النهارده هدخل ثلاث مباريات من اقوى ثلاث مباريات، بعدها ادخل بطوله الدوري. الكره السويسريه مين قال لك انها قليله؟ الكره السويسريه مرتفعه واقوى حتى من الكره الانجليزيه، والنتائج هي اللي بتقول، والمديرين الفنيين اللي في سويسرا محققين انجازات على المستوى العالمي، سواء في الدوريات الخليجيه، سواء في الدوريات الاوروبيه، او عندنا في مصر. ماجروس جه مع الزمالك وراجل سويسري وكسب الكونفدراليه اللي بيفتخر بيها الزمالك لحد وقتنا هذا. لا طب مين قال؟ لا الراجل طبعا عنده شغل وعنده حاجات، انا متاكد انه هيعمل حاجات تفيد كره النادي الاهلي في المرحله اللي جايه. طيب هل بتشوف ان مجلس اداره النادي الاهلي وفر كل الاحتياجات للفريق الاول من وجهه نظرك؟ وفر كل الاحتياجات وصرف وعمل كل حاجه. طيب بالتالي ايه المطلوب من لاعبي النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، والرساله اللي حضرتك حابب توجهها؟ انا قلتها في البدايه، احنا عندنا ثلاث عوامل عشان الاهلي يستعيد قوته وهيبته على المستوى الافريقي قبل المستوى المحلي ان شاء الله. اذا كنا بنتكلم عن مجلس اداره قوي، جهاز فني قوي، انما الولاء والروح والاصرار للعيبه، لازم اللعيبه تحس ان هي لابسه فانيلا تقيله جدا جدا. هي الفانيلا رقم واحد في مصر طبعا، واقوى فانيلا، فلازم هو يكون حاسس ان هو عايز يعمل انجاز. يا اخي اعمل الانجاز لنفسك الاول، وبالتالي هيعود على النادي الاهلي طبعا. قدموا مباريات كويسه، احرجوا الحكام، احرجوا الجماهير، احرجوا الفرق اللي قدامكم بادائكم انتوا، بحيث انك تفوز، انك انت تحقق لقب، تضيف كاس لناديك، ده رد الاعتبار. وانتوا ارقام مش قليله يا جماعه طبعا، انتوا ارقامكم كبيره، وانتوا لعيبه كبيره ومعروفين وشهره، وفي اعلام وفي كل حاجه، عندهم امكانيات كبيره بصراحه. احنا عندنا قائمه قويه جدا من اللاعبين، غير القائمه، وعندك امكانيات لا تتواجد في انديه زيك انت النهارده بقى تصنيفك زي الفرق الاوروبيه الكبيره. ده مش النهارده بس، انت تعرف. طب هقول لك على حاجه، اصل في ناس بيفتكروا ان احنا بنبالغ، او احنا بنتشنج، او ان احنا بنبالغ من اجل، لا، انت الفرقه الوحيده اللي مطبقه معاها الرخصه الاحترافيه. صح صح، انت الفريق الوحيد اللي معاك الرخصه الاحترافيه. ولذلك انا هي ليا نصيحه للاعبين كويس والجماهير الاهلي والاهلي، اتفضل اقفل ودنك حلو وابتدي اتحرك في الوش، اتحرك للامام. في التوقيت دوت هتحقق كل اللي كان بيتحقق زمان كويس، هتبتدي تكسب بطوله الدوري 7 سنين متتاليه، وبطوله الكاس، وهتكسب القاب، وانت في الاخر اسمك قوي وبيسمع طبعا. انما انت هتبتدي تحط ودنك ان مش عارف الراجل حلو الراجل وحش، انا مالي؟ انا مش هتدخل في شغلك، وانت مش هتتدخل في عملك طبعا. انت لو انا هجيبك ترتب لي بيتي، هاجي ارتب بيتك انا الاخر. لا، كل واحد باذن الله. الاهلي مش في كبوه، لا،
لا مش في كبوه ولا حاجه. الاهلي مش في كبوه ولا الاهلي انت عارف بتيجي مرحله كده تحس انك ايه انت على القمه. فانت الثبات على القمه مش ما بيدومش كتير فبتيجي تنزل فتره. لكن هترجع تاني لانك تملك المقومات وتملك اسم قوي جدا اسم النادي الاهلي. كل التوفيق للنادي الاهلي في المرحله القادمه ان شاء الله. عايز اروح معاك بقى لاتحاد الكوره. عندنا اخبار كتيره جدا. متحمس حضرتك لاتحاد الكوره؟ لا انا متحمس لان انا فعلا يا جماعه اتحاد الكوره واللجنه المشكله في اتحاد الكوره لا ده في حاجات كتيره انتم ما تعرفوهاش. زي ايه يعني؟ طب ابتدي الاسئله. ماشي. يعني انا كنت هتكلم معاك في البدايه عن موضوع الجهاز الفني مثلا لمنتخب مصر خلال الفتره اللي جايه ومين الاقرب، وخصوصا في ظل ان انا معايا خبر من بوابه الوفد ان في تشكيل الجهاز الفني الجديد هو الاقرب ان يكون متواجد. كابتن حسن شحاته مع كابتن احمد حسن رئيس جهاز، كابتن ضياء السيد مدير المنتخب، كابتن مدير ولا مدرب؟ مدير المنتخب ده طبقا للمكتوب في متن الخبر. يعني ده احمد حسن ممكن يكون مدير انما ضياء يكون احمد مدرب. حسن رئيس جهاز. رئيس جهاز ضياء السيد مدير المنتخب ده طبقا للمكتوب في الخبر. المدرب العام كابتن عبد الظاهر السقا، المدرب المساعد كابتن عادل مصطفى، مدرب حراس المرمى كابتن عصام الحضري، بالاضافه الى مدرب اللياقه البدنيه ومحلل الاداء ده لسه هنشوفه بعد كده. يعني ده هم عادي. بيقولوا عادي. خبر يعني. لا اللي انا عايز اقول لك عليه ان النهارده طبعا انا كنت قريب جدا من اتحاد كره القدم. طب ينفع نعلق على الخبر ده الاول فيما يتعلق بالمدرب؟ لا انا مش هتكلم في الجهاز الفني. مش عايز تتكلم في الجهاز الفني ده احنا حطينا 50 جهاز فني. ورئيس اللجنه المشكله لاداره اتحاد الكوره الاستاذ عمرو الجنايني، انا عجبني جدا الحوار بتاعه وكان هايل ورائع كويس. والراجل دوت فعلا يعني اقسم لك بالله ادعم هذا الرجل بعيد عن الكلام الرغي والفوضى والهرج. لان الراجل اتكلم في حواره وقال لك انا عندي 5 مدربين وقلب العربي كابتن حسن شحاتك، كابتن حسام البدري، كابتن حسام حسن، الكابتن إيهاب جلال، إيهاب جلال، كابتن ميدو، والكابتن احمد حسام ميدو. الراجل كان واضح وقال لك الخمس ملفات دول تعرف ان الخمس ملفات دي عشان يوافق على ملف منهم ونجيب مدير فني لازم ارجع للفيفا الاول. لازم ارجع للفيفا. ليه؟ قول لي ليه. تعرف ان اللجنه ديت المشكله ان الفيفا هي اللي مختاراها وليس هناك تدخل من اللجنه الاولمبيه ولا وزاره الشباب والرياضه ولا اي جهه داخل مصر. طب والفيفا عرفت الناس دي منين عشان تختارهم؟ لا لانهم تابعين للفيفا في الوقت اللي انا بكلمك فيه. بمعنى ان الناس دي ان الفيفا اختارتهم لاداره اعمال معينه. ان انت هتقول النهارده عايز اعمل مسابقه كره القدم هعرض من خلال ممثل الفيفا اللي هي الاستاذه الفاضله اسمها فاطمه سامورا او فاطمه سامورا اللي هي سنغاليه بالظبط، هي التي تدير اتحاد الكره من خلال الفيفا. وان اللجنه دي قرارها بيصدر من الفيفا ومش متطوعين، بيتقاضوا رواتب. هم مش متطوعين؟ لا ويتقاضوا رواتب. ايوه غير متطوع نهائيا وتتقاضى رواتب. والنهارده كان عندهم الكلام على مسؤوليه انا على مسؤوليتي يا جماعه اللي عايز يفتح صفحات الفيفا ويقرا وهيشوف الكلام اللي انا بقوله. اتفضل. ان دول بيتقاضوا رواتب وده ما يقللش من شأنهم، هما مش محتاجينها الرواتب دي. لان الشغل في اتحاد الكوره بيبقى له انظمه وله حاجات معينه. لان ده الاتحاد الوحيد اللي كان يجب انه ما بيتصرفش عليه من الدوله. احنا الرعايه والسبونسر والارباح والدخولات اللي بتيجي لاتحاد الكوره تكفي دي مليون اتحاد كوره معانا. فاللجنة ديت هي بتعمل ايه؟ انا النهاردة عايز اقول هبتدي مسابقة بطولة الدوري، يستأذنوا الفيفا لهم اتفضلوا. اللجنة دي لو تمت الاعمال المكلف بيها، اللجنة المكلفة دي لو اعمالهم دي تمت خلال 48 ساعة يبقى في الساعة 72 هيعلنوا انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد المصري. هو المعروف فعلا ان الفيفا كلفت اللجنة ببعض الاهداف اللي هم حققوها. برافو عليك. هو ده اللي الناس عشان تفهم. ببعض الاعمال النهارده انت خلصتها في سنة، في اقل من سنة، في شهر، في اتنين، في يومين هتعلن على طول مواعيد انتخابات. بس هم قايلين ان الاتحاد ده او اللجنة دي هتكمل لحد ميعاد الانتخابات الطبيعي اللي في 2020. اللي هو ايه؟ بعد كل دورة أولمبية بالظبط. يبقى ده الحد الأقصى من الزمن. يعني ممكن يمشوا قبل كده؟
ممكن في شهر يناير اللي جاي اعمل انتخابات. طب ده موافق للائحة او طبقا للائحة؟ موافق للائحة. وبرضه اسألني ليه؟ ليه؟ لأن الأعضاء الخمسة بتقاضوا رواتب من الفيفا، هي اللي بتصرف مش مصر. دي معلومة مؤكدة من حضرتك. أنا مؤكدة، ما أنا بقولها على الهوا يا جماعة. بقول لك دول بيتقاضوا رواتب من الاتحاد الدولي لكرة القدم، ودي مش عيب، ما هي لجنة. إنما المصاريف دي هتدنيها لحد إمتى؟ إنما اللجنة دي بتعمل يعني لها أعمال محددة لابد إن هي تشتغل عليها. النهاردة خلصت الحاجات دي، بتعرض على فاطمة سامورة. طب هو مش الهدف من اللجنة دي إنه ما يكونش فيه انتخابات دلوقتي؟ هيبقى إزاي اللجنة موجودة وتم تعيينها؟ ما أنت برضو هتعينها. هي اللجنة دي من بالدليل على الكلام، هو حد من الخمسة دول يقدر يدخل انتخابات اتحاد الكرة اللي جاية؟ لا طبعا ما مش هيدخل. طب ليه؟ طبقا للوائح. لان هم اللي هيعملوا اللوائح طبعا، هم اللي يعني هو اللي هيعد اللائحه، هيعد البنود، هيحط اسس جديده للكره المصريه، هيفتش رقابه، كل حاجه هم اللي هيعملوها. ويقولوا الاتحاد الدولي خلص. بس ما اعلن يا استاذ اسامه ان اللجنه مكمله مهمتها لحد يوم 30 يوليو، يعني الحد الاقصى. ايوه لا بس ما اعتقدش ان هم هيمشوا قبل كده لو خلصوا كل المهام. والله لو خلصوا خلال شهر او شهرين او ثلاثه لا يعلنوا مواعيد الانتخابات. ما فيهاش اي مشكله. افرض طيب انا هسالك سؤال. يعني انت قول لي الناس دي جت ازاي؟ طب انا عايز اسال حضرتك سؤال. هل لا ما انا برضو قبل ما تسالني اتفضل. الناس دي جت ازاي؟ الناس دي قدمت طلبات للترشح للجنه، وكانوا اكتر من 30 او 25 فرد. طب واتعمل لهم كشف هيئه. ايه المشكله؟ ما فيش مشكله. يعني دي ما عشان ما نجيش نقول مثلا ان الدوله هي اللي زقت الناس دي. لا طبعا ما فيش الكلام ده. ايه الكلام ده؟ انما ده خلي بالك دي فرصه كويسه جدا، ولذلك انا في قوه من رئيس اللجنه المكلفه لما اتكلم وقال لك ايه اللي عاد يمشي على اللوائح بتاعتنا وقوانيننا مستمر معانا. مش ده الكلام اللي قاله؟ بالظبط. واللي مش هيطبق اللائحة هعمل فيه ايه؟ خلاص يمشي وينسحب من الدوري ويهبط للدرجة الثانية. طب ما دي قوة ولا ضعف؟ أصل أنا عايز أقف عند حتة الانتخابات دي. اتفضل قول عليها. أصل لو في نية للانتخابات في وقت قريب جاي، طب ممكن نعمل انتخابات من الأول وخلاص ونخلص الدنيا، ليه جبت لجنة مؤقتة؟ أعمل انتخابات بأنهي لائحة يا أستاذ أمير؟ باللائحة اللي موجودة في اتحاد الكورة. والله؟ يبقى هجيب نفس الاتحاد يدخل تاني. مش كده؟ ما كانش استقال الاتحاد لو عايز يخش تاني. وهقول لو استقال، هي اللائحه بتقول بنودها ايه؟ هي اللائحه دي معتمده في الفيفا بتاعت المجلس اداره اتحاد الكره السابق؟ لا ما تقوليش مش لا، هي اعتمدت هنا من اللجنه الاولمبيه المصريه ومن طبعاً الوزاره إيه؟ انما لم تصل الى الاتحاد الدولي. حتى مش اعتمادها من الاتحاد الدولي. لم يتم اعتمادها، يبقى لائحه ما لهاش اي اساس. لا النهارده انت عايز تغير بنود. بس انا باكد لحضرتك ان اللجنه دي مكمله لحد المده بتاعتها ما تخلص. صعب ان يكون في انتخابات قبل كده. طبعا دي معلومات حضرتك وانا بقدرها وبحترمها. مش معلومات انا النهارده انت بتقول لي اعتبرها عربيه وباسط. انت مثلا لو احتاجت العربيه دي ست شهور انت قدرت تخلص في شهر ونص؟ انا هقول لك لا، ما انت هتوفر ليا فلوس كتيره. ايه اللي فيها؟ هم بيشتغلوا في اعمال محدده ومعينه، ومن خلال هذه الاعمال انتهت هيقول لك يلا نعمل انتخابات على طول. بس اهم حاجه عندي تعديل لوائح. هي اللائحه دي لما هيعملوا اللائحه دي مش هيعدلوا في بنود كتيره؟ اكيد. طب لو عدلوها لازم تعتمد ولا لا؟ اكيد لازم تعتمد. منين يا؟ من الفيفا برضه. وقبل الفيفا؟ من الناس الموجوده من لجنه الشباب والرياضه في مجلس النواب والوزاره واللجنه الاولمبيه والكل يبقى على علم. هتاخد وقت ولا لا؟ انا بقول لك لو انهوا وانجزوا الاعمال هينتهي كل حاجه، هيقول لك اوكي ابتدي الانتخابات. طب هسالك سؤال معلش اعتبرني انا بقى المذيع بقى النهارده. لا اتفضل ما عنديش مشكله. هو انت مش عندك تصفيات افريقيه مؤهله لاولمبياد طوكيو؟ طبعا. طب انا هاجي اخلص النهارده مين اللي هيشرف عليها؟ يعني انت في عندك شغل شغال، عندك بطولة دورة هتبتدي، عندك كاس سوبر، عندك 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 حاجات كتير. ولذلك من ضمن عمل اللجنة مش أشاعوا وقالوا ان لجنة المسابقات جاية من اسبانيا
عشان تنظم بطولة الدوري المصري بالظبط. قالوا من وبعدين انجلترا وبعدين من لا قالوا على التحكيم من انجلترا ورجعوا تاني وقال لك شركة اسبانية عشان تقنية الفار وقال لك مش عارف ايه. النهارده معايا خبر برضو ان في من انجلترا ناس تنظم المسابقة تاني واذا كان رئيس اللجنة خرج وقال اي معلومة تخرج من اتحاد الكرة لسنا مسؤولين عنها. هو مين اللي بينظم لجنة المسابقات؟ مين اللي هيكون قائد بتاعها؟ اذا استمر الحاج عامر حسين بس اللي عارفه انه كان في اجتماع مع مازن مرزوق لسه انت بتاخد يعني انت خدت مني الحته اذا استمر الكابتن عامر حسين جاي مكانه الاستاذ مازن مرزوق. لو ما استمرش الحاجه لو ما استمرش هيجي فلان خلاص يعني. انت بتتكلم النهارده رئيس لجنه الحكام اللي تم الاعتماد عليه وادوله الصلاحيات هو الكابتن جمال الغندور. يا جماعه هو كان كابتن جمال الغندور ده جاي من انجلترا وعامر حسين او مازن مرزوق جايين من اسبانيا. لا الكلام ده لا انا معلش انا اسف انا حتى قبل البرنامج قلت لك مش اعتمد على اي اخبار. ده كلام بيترمي لحاجات واغراض معينه. انما انت بتتكلم على ان عندك عروض لشركات عالميه عشان تقنيه الفار والراجل بمنتهى الوضوح خرج وقال لك في الدور الثاني. يعني انت لسه قدامك 3 4 شهور تتكلم فيه كويس. لا انا متفائل لكن في خطوات هتتعمل في موضوع الفار ده في الحقيقه. لا وانا هقول لك برضه وعجبني جدا هو لما اقول لك انا اتصلت بالكابتن محمود الخطيب يا كابتن عايزين نعمل احتفاليه رائعه وراقيه جدا تتناسب مع حجم وجماهيريه النادي الاهلي. اذا الراجل دوت امال احنا كنا قاعدين نتكلم والراجل استهزئ بالنادي الاهلي والراجل عمل تويتات هو الراجل كان مشجع للنادي الزمالك وبيهزر او طيب ما هو الاهلي ما هو بيكتب على الزمالك وبيقول لا احنا لازم نتفائل بس خليني اقول لحضرتك ممكن كان في تخوف نسبي عند البعض من الجمهور نادي الاهلي ان ممكن يكون الراجل عنده ميول زملكاويه لكن بالتحليل خليني بس اكمل اتفضل. الراجل في تصريحاته واضح جدا الاتزان ممكن قبل ما يتولى هذا المنصب كان مايل بطريقه كبيره جدا لنادي اللي بينتمي للاتحاد ما فيهاش اي حاجه لكن الواضح من تصريحاته ان هو متزن جدا وعارف ان هو موجود في مكان دلوقتي لازم يكون فيه حيادي بشكل كبير جدا وهو اكد على الكلام ده. تعالى شوف بقى مجلس اداره الاهلي المحترم وانا بقول لك دي قيمه الاهلي بقى واحترام الاهلي كويس. هو مجلس اداره الاهلي خرج وقال لك احنا متشككين في عمرو الجنايني ولا حصل مننا الكلام ده؟ ده ما حصلش لم يحدث ما حصلش. ودي قوتك بقى كمجلس صح. اداره قوي دي قوتك انك تكون واثق في نفسك اكتر ما تكون واثق في هو النادي الاهلي مش بيتعامل مع شخصيه هو بيتعامل مع ما بيتعاملش مع مع قرارات ولا بيتعامل مع بالزبط. انا مالي انه عمل تويته ولا جه على الفيس وعمل حاجه لا يا جماعه ما ينفعش. يعني انا مثلا عضو مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن رني علواني انا طبعا من خلال ما شفت في موقع التواصل الاجتماعي عملت حاجه وترد عليها يعني خلينا ما نتكلمش في الجزئيه انا ما بتكلمش انا بتكلم يعني انا بقول ايه ما حصل انك دخلت وحصلت ازمه وانتهت وتلمت بسرعه انما انا عايز اتكلم مش دي اللي انا يعني انا مش هحاسبك على انفعال مش هحاسبك انك قلت كلمه يا اخي وانت بتهرج انا حاسبك كمسؤول احاسبك لما اشوف انت برافو عليك انت اشوف هتعمل ايه معايا انما لما يجي الراجل يتكلم يقول انا كلمت الكابتن الخطيب وانا 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 لا انا راجل احييه وانا اتطفى هو قال كلام محترم في الحقيقه في منتهى الامانه في الحقيقه واكيد وحتى لما جه هرج ولما بيقولوا له هتجيب الدرع لله قال لهم هو موجود في الجزيره الدرع موجود على طول في الجزيره يعني راجل انا بعتبره جنتلمان راجل كده واقعي محترم. احنا عندنا في مصر دايما بيتم تقييم الشخصيات قبل ما تشتغل او تقييم اي شيء قبل ما يحدث فده بيبقى غلط. ما هي دي المشكلة واشوف وبعد كده قيم وحدد بقى هل الشخص ده ناجح او ما نجحش. ونفس الحاجه دي ان شاء الله مع الراجل المدير الفني الجديد ان شاء الله نديله الفرصه برضه ونتفرج وبعدين نحكم على اللي احنا بنشوف عليه. استاذ اسامه نورتني وشرفتني وكنت سعيد بتواجد حضرتك النهارده في حلقه كانت مهمه جدا وكلام ساخن جدا كالعاده من حضرتك. لا ربنا يخليك انا والله انا محب للرياضه المصريه بحب كره القدم انا بس عايز اهني كل لاعبي مصر طبعا اللي شاركوا في دوره الالعاب الافريقيه طبعا معالي الوزير المحترم اللي لسه راجع وطلع على المنتخب الاولمبي مباشره بيتفرج على التمرين بتاعتهم في التوقيت اللي احنا فيه برضو لان هناك مسانده
للمنتخب الاولمبي طبعاً. وانا شايف ان اللي جاي هيكون احسن بكتير باذن الله يا رب باذن الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا. الله يخليك انا متشكر جدا. كان معانا الاستاذ اسامه صقر رئيس القسم الرياضي بالجمهوريه، اتكلمنا في امور عديده جدا سواء بتتعلق بالاخبار المحليه وكمان فيما يتعلق بالنادي الاهلي والمدير الفني الجديد. كلام كله كان هام للغايه من الاستاذ اسامه صقر. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، استنونا وحلقه جديده بكره ان شاء الله. الى اللقاء.